بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف برنامج اسمه اي فيزيت 360. البرنامج دوت بيجيب لك مشهد معين وتشوفه 3D كأنك جواه، وسهل جدا ان انت تعمل اي موديل عندك وتدخله في برنامج اسمه اي فيزيت بيلدر، موجود على الويندوز وعلى ابل ماكنتوش. فمثلا هاجي هنا اختار مشهد من المشاهد ديت، تمام، اقدر اختار مشاهد، اجيب مشاهد تانية، تمام، او احمل حاجة جديدة، اقول له زائد، دي سيمبل موجودة ممكن تحمل انت حاجة، مجرد بتدوس علامة الزائد يبدأ هو يحملها لك، تمام. طيب خلينا نرجع اختار مثلا مشهد زي دوت، مجرد دوس عليه دخلت وفي كذا مكان زي كده مثلا اهوت، ممكن ان انا احرك صباعي فابدأ اشوف الموديل بالشكل دوت، تمام. اقدر اعمل زوم زي ما انا عايز، ممكن اجي اختار من هنا ان انا احرك الايباد بايديا مثلا كده، انا هطلع الايباد لفوق، تمام، فانا كده شايف الحاجه اللي موجوده فوق، تمام. دي هتبقى كويسه جدا لو انت عايز تشتغل بالفيرتشوال رياليتي، يعني اللي هي ممكن تجيب نظاره من النظارات اللي هي فيرتشوال رياليتي وتبقى شايف كل حاجه حواليك، تمام. اهو دي من الحاجات اللي ممكن تبهر العميل. احنا عايزين نلاقي شركات كتيرة موجودة في الوطن العربي والوطن العربي الإسلامي، وكلهم بيعملوا حاجات بيم كويسة جدا ويعرضوها على الناس، وتبدأ الشركات تشتغل بدل الركود اللي احنا فيه، لأن في شركات هندية كتيرة بدأت تدخل في المجال وبتكسب كتير جدا، فليه احنا ما ندخلش في المجال ونقدم كل حاجة جديدة؟